السلام عليكم، ما زلنا مع تمارين تريبيا حول لي بريباراسيون الى اكتيفيتي ديال لي زالسين. غادي ننتقلوا الان للتمرين التدريبي الثاني. كيقول لك كيفاش يعني غادي ننتقلوا من واحد الحاله من واحد لو سيبستخا حتى لواحد لو برودوي، بالاضافه انه خصنا نبينوا اشنو هما لي رياكتيف اللي استعنا بهم حتى كنحصلوا على هاد لي برودوي فينا. اذا على بركه الله، اذا غادي نبداو بالحاله الاولى. اعطاك البروبين، اعطاك ماذا؟ اعطاك البروبين اللي هو هذا البروبين اللي هو هذا هو البروبين، دونك سي اش 3 سي اش دوبليزون سي اش 2. وليك كيفاش تينا من البروبين وحصلنا في الاخير على واحد ايزو بروبانول، حصل على ايزو بروبانول. ايزو بروبانول اللي هو ساش 3 ساش ساش 3 هذا ايزوبروبان. اذا اش كنلاحظوا هنا كملاحظه، كنلاحظوا ان هنا كاينه واحد لاديسيون ديال ماذا؟ لاديسيون ديال اش؟ ديال اش او اش. هنا تزاد هنا او اش وهنا تزاد فيها اش، دونك لاديسيون ديال اش او اش. وبما انه قال لك في التمرين غادي كابدي دوني لي ستركتور دي كومبوزي سيفون انسي كو لي نون دو رياكتيف، خصنا نبينو لي نون ديالو. اي نون هذا اش كيتسمى؟ فا كيتسمى لو، كيتسمى لاديسيون دو لو، دونك هذا كيتسمى لو لي هو لاش بليس او اش موان، لاش بليس او اش موان. يلا هنا خصنا نشوفو بعدا كيفاش تزاد. ف يلا حنا انا هذا الكترون نيجاتيفيتي ديالو، فهذا هو سيغما بليس وهذا سيغما موان للتذكير فقط. فقلنا دائما الكربون اللي حنا كنهضرو على لي دوبليزون، الكربون اللي عنده بلي لي سيبستيتيون بزاف، اللي عنده لي سيبستيتيون بزاف او لا عنده الهيدروجين قلال هو اللي كنديرو ليه سيغما بليس، او اللي عنده لي سيبستيتيون قلال او لا الهيدروجين كثر سيغما موان. اذا هنا غادي نلاحظوا انه في داك الكربون بليس سيغما بليس اشنو نضاف فيه؟ نضاف فيه او اش، نضاف فيه او اش اي سيغما موان غادي تزاد فيه ماذا؟ تزاد فيه لاش بليس. يعني اشنو هادشي كله؟ دونك هنا ريسبكت لا ريغ ديال ماركوفنيكوف، كاينه ولا لا؟ فهنا كاين هنا ريسبكت لا ريغ ديال ماركوفنيكوف اللي غنرمزو ليها ب ام كافي. فهم اذا هنا دونك اشنو وقع هنا مباشرة؟ سيتي لاديسيون، لاديسيون لاديسيون إلكتروفيل، لاديسيون إلكتروفيل، إلكتروفيل إيونيك، حيت هنا على لي زيون مختلفين أش بليس أو أش موان، إيونيك ياك لي هو إيش؟ أش أو أش، مازال ما كملت، أن ميليو أسيد au milieu acide selon la règle de Markovnikov, selon la règle de Markovnikov. يعني باش نستعمل الان بعدو فانا غادي نديرو لاش او اش، يعني هو لاش دوزو او ميليو اسيد نرمزو لي اما بلاش دو اس او 4 او لا كنديرو غير لاش بليس.
إذن علاش كنحصلوا في الأخير؟ اش كتسمى هاد الرياكسيون هادي؟ اش كتسمى؟ كتسمى لا رياكسيون دو هيدراتاسيون، كتسمى لا رياكسيون دو لا هيدراتاسيون. باش كنعرفوا لا هيدراتاسيون دائما كيكون عندنا انالسين وكيعطينا في الاخير انالكول. هادي من جهه ديال ا، واضح هيك؟ غنتقلوا الان لبي، بي قال لك اودي انت انا لو بوتين، ها هو. اشنو لو بوتين؟ لو بوتين هو هذا، هو سي اش 3 سي اش 2 سي اش دوبليزون سي اش 2. وقال لك اودي في الاخر حصلنا على ماذا؟ قال لك اودي واحد كلورو بيتان دو اول، واحد كلورو بيتان دو اول. يعني هنا عندنا واحد لا فونكسيون الكول، يعني انا مثلا ندير هنا سي اش دو ها هو سي ال، ها واحد، ها جوج فيها او اش، ها ثلاثة وها ربعة باش ندير بيطان. يعني انه كتلاحظوا انه الان عندنا هنا واحد لالسين، عندنا هنا واحد لالسين وتلينا بواحد الكومبوزي كيتسمى كلورو الكول، كلورو الكول. اذا انا اشنو وقعنا؟ غتقول لي انه كاينه واحد لاديسيون ديال ماذا؟ لاديسيون ديال او اش او سي ال. دونك هنا كاينه واحد لاديسيون، ديال اش؟ ديال اش او سي ال، اش او سي ال. وحاول انه نبينو اسميتو، حيت قالوا لنا انا في التمرين هذا شنو سميتو؟ سميتو ماذا؟ لا هيبو كلورو، لاسيد هيبو كلورو، كيتسمى لاسيد هيبو كلورو، اللي هو او اش موان، اش او موان، او سي ال بليس. بما انه كاين اختلاف في لي شارج، دونك خاصنا نشوفو واش ريسبكت ماركوف نيكوف ولا اونتي ماركوف نيكوف. اذا غنشوفو الكربون بليس وغنشوفو الكربون موان. اذا هذا لو هو لو بليس سيبسيتي عندو الايتيل، دونك هو سيغما بليس، وهذا لو بلي هيدروجيني حيت فيه جوج ديال الهيدروجين هو سيغما موان. اشنو كنلاحظو في الكربون بليس؟ اللي هو هذا، لاحظوا انا الايثيل هو، دونك هذا هو هذا، دونك هذا كربون بليس شنو تزاد فيه؟ تزاد فيه او اش موان، تزاد فيه او اش موان. في حين انه كربون بليس غادي تزاد فيه ماذا؟ سي ال بليس. اشنو كتلاحظوا هنا؟ ريسبكت ماذا؟ ماركوف نيكوف، ريسبكت لايك ديال ماركوف نيكوف، يعني انه تحترم هنا ريسبكت لا غير ديال ماركوف نيكوف. يعني انه الان اش غادي تلاحظوا هنا؟ اش غادي نقولوا؟ دونك هنا وقع ما يسمى بلاديسيون، لاديسيون طبعا الكتروفيل ديال ايونيك. علاش قلنا ايونيك؟ حيت عندنا او اش موان سي بليس ديال اش؟ ديال اش او سي ال، اش او سي ال سولون لا ريغل دو ماركوف نيكوف.
واش كتسمى هاد البومب او لا رياكسيون اللي كتسمى كتسمى لا هيدروكسي كلوراسيون. لا رياكسيون ديال هيدروكسي هيدروكسي جات من او اش وكلوراسيون يعني جات من كلور كلوراسيون. فوال غادي ننتقل الان سي فسي عندنا بروبين اللي هو البروبين اللي هو نفس الشيء داك الكومبوزي اللي قدينا في الاول اللي هو سي اش 10 سي اش توبليزون سي اش 2 وقال لك اودي عطانا البرودوي فينال اللي هو كلورو ايزوبروبين. يعني انا في هذه الحاله هذه نسينا دونك انا اش غادي نديرو سوا لا ديسيون ديال اش او سي ان. اذا هنا قال لك كلورو ايزو بروبيل ايزو بروبيل كلورو ايزو بروبيل راه ساهل هو انه هو ساش روا ساش سي ال هنا اس 10. اذا لاحظوا معايا هنا دونك شنو وقع هنا عطانا واحد لاصين وانتهينا ماذا اش كيتسمى هذا سي تان ديريفي مونوكلوري سي تان ديريفي مونوكلوري ديريفي مونو كلوري. دونك هنا دونك وقع هنا ما يسمى بواحد لاديسيون ديال اش ديال لاش سي ال. لاحظنا هنا تزاد هنا سي ال وهنا تزاد فيه اش دونك لاديسيون ديال اش سي ال. اش كيتسمى لاديسيون ديال اش سي ال كيتسمى لاسيد كلوريدريك لاسيد كلور هيدريك اللي هو لاش بليس سي ال موان. اذا هنا غادي نشوف كذلك واش ريسبكت لاغ ديال ماركوفنيكوف ولا اونتي ماركوفنيكوف دابو معايا مزيان. فلاحظوا انا في الكربون سيغما بليس وعندنا الكربون سيغما موان. فالكربون اللي هو سيغما بليس هو هذا هو سيغما بليس هذا هو سيغما موان. لاحظوا معايا انه في الحاله ديال الكربون بليس تزاد فيه ماذا سي ال. في حين الكربون سيغما موان زاد فيه لاش بليس. يعني اش غادي تقولوا لي غادي تقولوا انه كاينه واحد ريسبكت لاغيغ ديال ماركوف نيكو. يعني انه الان غادي نقولوا انه كاينه واحد لاديسيون طبعا الكتروفيل وبالتحديد ايونيك لي زيون اش بي سي ال موان ايونيك ديال اش لاس سي ال. وباش تقادو مزيان غادي تقول لي انه دون لي تيترا كلورور دو الصوديوم. هنا باش تبين لي انه راك نتا راك فاهم الدرس مزيان دون le tétrachlorure dont le tétrachlorure le tétrachlorure le tétrachlorure ana gatina mzian dirach du carbone le wa CCl4 CCl4 mais bah kangoul سولون حيت قلنا دائما كيكونوا مع
la CL ou la HX, les racines, mais c'est CL4. Selon la règle, de Markov-Nikov. Bon. Donc, quand tu mets de la réaction, elle dit, la réaction dit, c'est l'hydrochloration. L'hydrochloration. Bon. إذن هنا والآن غادي نضيف هنا la Cl en présence CCl4. إذا غادي ننتقل الآن لحالة D. حالة D دي عطانا واحد ايزوبيوتين ايزوبيوتين هو هذا ايزو سنحط ايزو هو الاول هو ايزو وعطاك في الاخير كلورود ايزوبيوتيل اللي هو كالتالي ف CH3 هذه من جهة أنا غادي نزاد في H CH2 CN هذا هو إيزو بيوتيل كلورو ديزو بيوتيل يعني أنا كيفاش حصلنا منا لنا أشنو كتلاحظو هنا هنا عطانا كدي أنالسين أنديري فيه مونوكلوري دونك هنا أنالسين un dérivé monochloré. Et là, on va faire une autre addition. DLH, l'HCl. Alors, quand on a parlé, on va dire que c'est l'HCl. Et là, on a fait le carbone plus. On va faire le carbone moins. ف هذا هو سيجما بلس هيت بلس سبسيتي وهذا هو سيجما موا هيت موا سبسيتي لاحظنا انه شوفوا معايا مزيان انه الكربون بلس زاد فيه لاش بلس كربون بلس سيجما بلس زاد فيه لاش بلس و سيجما موا زاد فيه سي ال موا دونك هنا شنو تلاحظوا انه الشارج عند نفسه يعني بلس بلس موا موا هنا كنقولوا ريسبكت لا ريغل ديال اونتي ماركونيكو دونك هنا ريسبكت ريغ ديال اونتي ام كافي لا ريغ ديال ماركوف نيكوف يعني انه الان غادي نقولوا انه هنا كاين لاديسيون ديال اش الكتروفيل هنا غادي ندير خطا الى قلت الكتروفيل وانما بما ان اونتي ماركوف نيكوف دونك غادي نقولوا لاديسيون راديكالير L'addition radicale, l'addition radicale est liée à l'HCl. Comme je l'ai dit, je vais vous dire en présence. DLH. En présence de peroxyde. En présence de peroxyde, quand on voit selon l'effet
selon les faits de Carache. اللي هو انتي ماركو نيكو مفهوم ولا لا؟ يعني انه الان كنديروا لاديسيون ديال السائل وكندير حداه اون بريزونس دو بيروكسيد اللي هو مثلا ندير هنا ار او ار و ها هو الجواب قلتيتو. اذا غادي ننتقل الان ل لاحظوا معايا مزيان في او. اذا بالنسبه لاو كيقول لك انه عندنا 2 2 3 2 3 دي ميتيل دي ميتيل بيوتين اللي هو كالتالي. بما انه ما ذكرش يعني لا بوزيسيون ديال دوبليزون دونك هنا عندنا واحد خصنا يكون عندنا واحد الاحتمال اللي هو كالتالي سي دوبليزون سي سي اش 3 سي اش 3 سي سي اش 3 اي سي اش 3 فهم. دونك هذا هو ديميتيل بيوتين. من بعد انه قال لك كيفاش تحصلنا على البروبان بروبان أو شكون مكيعرفش بروبان لي هو سي اش 3 سي اش 2 سي اش 3. إذن هنا واحد القضية غنقولها. فدائما ملي كتلاحظو أنه في لو سيبسخا عندك لي كربون بزاف وكتلاحظ أنه في لي برودوي كتلاحظ أنه عندك قلال مفهوم وعندك أنه واحد واحد لالصين عندك سيميتري في هاد الحالة هادي عرف بانه هنا ملي كتلاحظ عند الكربون كثار ومن بعد قلال عرف انه شي حاجه تهرسات هذا شاش تنقصات. يعني شكون اللي كيهرس؟ كيهرس لوكسيداسيون بغيتال. فلوكسيداسيون بغيتال كيتهرس وقلنا انه في الحاله ديال لي زالسين كيكونوا سيميتري كنهزو واحد فيهم حيت بحال بحال يعني انه هنا وقع ما يسمى ماذا لوكسيداسيون بغيتال ديال هذا الكومبوزي هذا. يعني باش نحصل على هذا غنمروا من واحد المرحله. المرحله الاولى اللي هي كالتالي المرحله الاولى فغادي يوقع. دونك المرحله الاولى غادي ندير هنا سي لوكسيداسيون غادي ندير لوكسيداسيون لوكسيداسيون فورت ياك. مثلا بحالاش اشنو غتختارو؟ مثلا بحال كا ايمين و كاتر كونسونتري اولا كا دو سي اف دو سات اولا لوزنوليس سون ريديكتور. اوكي اش غادي نلقاو بوغ ماذا فورمي ماذا واحد لاسيتون. اذا بوجود واحد لوكسيداسيون فورت اللي قلنا انه هو كايمين وكاتر راه تختار حتى كا دو سي او دو او سيت ممكن تختار كذلك لوزونوليز مع لاش دوزون راه كلهم صحاح. دونك اشنو كيكون عندنا هنا كيتهرس فهنا هو نيت هذا. دونك كناخذ واحد فيهم اللي هو سي اش 3 سي او سي اش 3 وهذا هو لاسيتون هذا هو لاسيتون لاسيتون هو البروبانون ياك. اذا من بعد باش نضيفو على هذا اشنو غادي خصنا مباشرة اشنو كيوقع هنا اشنو تزاد هنا اشنو تزاد هنا اشنو تزاد هنا كاين واحد لاديسيون. المرحله الثانيه كاين واحد لاديسيون ديال اش لاديسيون ديال جوج ديال الهيدروجين كاينه ولا لا؟ واش كيتسمى هذا الشيء اللي كيتزاد فيه الهيدروجين كيتسمى ماذا؟ كيتسمى لا ريديكسيون كيتسمى لا ريديكسيون. ديما ملي كنزيدو الهيدروجين كيتسمى لا ريديكسيون كنقصو الهيدروجين كنقصو يعني كنقولو انه لوكسيداسيون. دونك هنا لاديسيون ديال لاش دو سي دو ريديكسيون. وهنا شنو هما لي ريديكسيون اللي قرينا حتى كنوصلو لهنا؟ فقرينا اما لا ريديكسيون دو هنا دونك هنا غادي نستعنو اما لا ريديكسيون دو
كدو كليمنسن فون اولا غنستعنو بلا ريديكسيون دو وولف كيشنر فون دونك هنا غنديرو لا ريديكسيون ديال إما دو كليمنسن أولا دو وولف كيشنر باش كنحصلو على هاد الكومبوزي فينال مفهوم. إذن غادي ننتقلو الآن لإف إف أتاك كلورور دو ديرتيوبيتيل كلورور de tertiobutyl butyle au fil akhir atana mada iso isobutyl clore de tertiobutyl هو هذا وكنحط السي تيرتيو هما هادو وحده سي ان وايزوبيتين هو هذا سي ها هو الايزو دوبل ايزو سي اش ده اذا هنا اشنو كتلاحظوا هنا هنا كاين هنا واحد اليميناسيون كلشي غادي لحظه ديالاش غتلاحظوا انه تحيد هنا واحد الاش وتحيد تما سائل كاين ولا لا اليميناسيون دو اش سائل اليميناسيون دو اش سائل اذا دانالسين اذا امتى كنديرو هذا امتى اون بريزونس ماذا دو رياكتيف يكون ماذا يكون بازيك بحالاش باش يكون شي راه شفناه مثلا و اش موا اللي كيكون سو فورم ديالاش كتلاحظوا اما كيكون على شكل كا او اش او لا ان او اش او لا ان اش دو موان اللي كيكون على شكل ان ا ان اش دو او لا ممكن نكون تلاحظوا انه يكون على شكل ايتيل او موان على شكل ايتيل دو الصوديوم اللي هو ان ا ايتيل وان ا ايتيل او ان ا طبعا ممكن باش نجاوبو يعني غادي نقول هنا ان رياكتيف بازيك غادي ما غادي اش غادي يدير غادي يحيد لاسيل صافي حيد مثلا في هذه الحاله خلى هذا وخلى هذا غادي يحيد الهيدروجين من هنا والسي من هنا ديك الشاشه غادي تكون ديك لا دوبليزون هنا اللي هي هذه اخيرا جي عندنا جي جي اعطانا ايزوبوتين ايزوبوتين وقال لك في الاخير عطانا واحد لاسيتون بليس الفورمون ايزوبوتين راه الله قلنا هنا دونك هو هذا اللي هو سي اش تروا دوبليزون CH2 لاسيتون هو CH3 CO CH3 والفورمول هو H CO H لاسيتون عنده اسم اخر اللي سميتو البروبانون
وهذا سميتو الميثانول. اذا اشنو وقع هنا؟ فانا غادي نستعنوا بماذا؟ كاينه واحد لوكسيداسيون. هنا تلاحظوا انه كاينه واحد كوبيوغ دو لا دوبليزون. Et formation de deux composés carbonyles. Quel est le smith le propanone? Ok, smith le méthanol. Et donc, tu as un stanobé. Quand stanobé, il est là. Non, mais maintenant, il est là. ما تحول الحوال وهنا في شي اسيد دونك هنا غادي نستعمل ماذا؟ لوزون. لوزون بوي ديميتيل سلفير. ديميتيل سلفير en présence d'acide acétique. Adomaire les conditions qui ressemblent à diméthylsulfure acétique. Alors, on peut dire que l'ozone en présence de zinc. Ça fait. Alors, déjà, on va dire. Ça fait. Kadalik, on va dire que kadalik l'ozone en présence de zinc. Tawa, j'ai dit. علاش قلنا هاد ديميتيل سلفير اولا هاد الزنك اللي قلنا راه سوسون دي ريديكتور ايريديكتور الهدف ديالهم هو انه يحبسوا بور اريتي لوكسيداسيون au stade de l'imitanal. Et là, quand on a un réducteur, on a un réducteur, on a une vaporisation de rien, on a un CO2 et de la chenose. Donc, quand on a un zinc, 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 أوتروا على دي ام اس اون بريزونس دو لاسيد اسيتيك او بيان غتقول غير لوزونوليز على الزنك على لاش دوزو المهم كاين واحد ريديكتور كذلك راه جواب صحيح كيعطينا هذا دونك هذا هو التمرين التجريبي الثاني.